واحدة من أكبر خرافات اللي موجودة في عالم علاج السمنة إن شفط الدهون بيستخدم كوسيلة لنزول الوزن، زي ما اتكلمنا في الحلقات السابقة إن في طرق كتير لنزول الوزن، تبدأ من دايت، كبسولة أو تبلونة أو تكميم أو تحويل مسار. عمر ما شفط الدهون ينفع يكون نقطة البداية. بعد ما نوصل للوزن اللي احنا محتاجينه، من هنا يجي دور جراح التجميل. أنا دكتور أحمد علي طه، استشاري جراحة التجميل جامعة القاهرة، وهكلمكم عن أهمية جراحات التجميل في الحصول على جسم مثالي وفي تنسيق القوام. كنا اتكلمنا في فيديوهات سابقة عن الإجراءات اللي ممكن تتعمل لإنقاص الوزن والتخسيس، زي مثلا الدايت والإكسرسايز، أو مثلا عمليات التكميم، أو الإجراءات زي البالون والكبسولة الذكية. الحاجات دي كلها بتؤدي إلى خسران وزن، والخسران الوزن في بعض الحالات بيكون كبير أو شديد، وده بيؤدي إلى ترهلات في مناطق الجسم المختلفة. طبعا درجة الترهلات بتختلف من شخص إلى الآخر، بس ممكن يحصل ترهلات في منطقة البطن، المؤخرة، الظهر، الصدر، الدراعات والفخاد، وكمان ممكن يحصل ترهلات في منطقة الوجه والرقبة. احنا كجراحين تجميل بيبقى لينا دور مهم جدا في إصلاح هذه الترهلات وشد الجلد. لكن السؤال المهم، امتى ممكن انا كمريض اعمل دايت او اكسرسايز او خسر وزن كبير يبتدي يلجأ لجراحة التجميل؟ الحقيقة ان معظم الابحاث والبيبرز اللي اتنشرت في الموضوع ده اكدت ان الوقت المثالي بيكون 6 شهور لسنة بعد اجراء التخسيس او فقدان الوزن. ده بيدي وقت كافي للجسم ان هو يستوعب الخسارة الشديدة اللي حصلت في الوزن ويكون الترهلات. مهم جدا ان المريض اللي خس او خسر وزن يكون وزنه مثالي او قريب للمثالي. يعني ايه كلمه مثالي؟ يعني البي ام اي او البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم بتاعته تكون حوالين النورمال، يعني حوالي من 28 ل 30، مش اكتر من كده، ممكن 31 32 في بعض الحالات، لكن احنا في رينج معين كجراحين تجميل بنقدر نشتغل فيه عشان نقلل الريسك او المضاعفات او الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع العمليه. الوزن المثالي برضو هو اللي بيوصل له المريض لما يكون وزنه ثابت لمدة معينة، مثلا 6 شهور وزنه بيقل ويزيد في حدود 2-3 كيلو، لكن مش اكتر من كده. مع فقدان الوزن الكبير بيحصل ترهلات مختلفة في بعض اجزاء الجسم او كل الجسم كله، حسب المريض وحسب حالته وحسب فقد قد ايه وزن وقد ايه وقت. بعد فقدان الوزن زي ما قلنا بيحصل ترهلات في مناطق مختلفة من الجسم. الترهلات دي بتستدعي ان احنا نعمل شد جراحي. طبعا كل مريض مش بيبقى زي التاني، في مريض بيحتاج شد بطن بس، مثلا شد لمنطقة البطن مع اصلاح عضلات البطن، وممكن نحتاج حاجة اسمها circumferential body lift او lower body lift او الشد الحزامي اللي هو بيشد البطن ويشد الظهر ويرفع المؤخرة. في بعض العيانين بيحتاجوا شد ترهلات الجلد اللي في الذراعات او عملية البريكيوبلاستي. في ناس تانية بتحتاج شد فخاد او ساي ليفت او سايوبلاستي. في بعض السيدات بيحصل لهم ترهلات برضو في منطقة الثدي، وبيحتاجوا لعملية شد ثدي مع استخدام حشوات السيليكون. الرجالة برضو ممكن يحصل لهم ترهلات في منطقة الثدي ويحتاجوا شد جراحي لإزالة ترهلات الثدي. كمان الرجالة او السيدات ممكن يحصل لهم ترهلات في منطقة الوجه والرقبة، وساعتها بيحتاجوا عملية شد الوجه والرقبة. من المفاهيم الخاطئة اللي عند كتير من الناس ان عمليات شفط الدهون بتنزل الوزن. الحقيقة ده غلط تماما، لان كتلة الفات او الفات دانستي بتبقى مختلفة خالص عن الكتلة بتاعت المية، فالفات او الدهون نفسها بتبقى اخف بكتير. لكن احنا في عمليات شفط الدهون بنقدر نعمل تنسيق القوام اكتر، يعني نظبط الكيرفز بتاعت السيدات او نحصل على شكل الفي تيبرد لوك قوي في الرجال. لكن ده لا يمنع ان شفط الدهون هو من اهم الاجراءات اللي احنا بنعملها للمرضى اللي هم عايزين يعملوا تنسيق قوام، او البيشنتس اللي هم لوست ويت كبير او خسروا وزن كبير ومحتاجين يعملوا شد جراحي. وبكده نكون اتكلمنا عن اهميه دور جراح التجميل في الحصول على جسم مثالي وتنسيق القوام. في يوم وليله تقدر تاخد القرار وتغير حياتك.